السلام عليكم متابعي قناة زيفير تي في على الفلاحية. المركز ديال والمعهد التقني الفلاحي بسيدي بيبي كان ضم مباراة لولوج سنة أولى تأهيل فلاحي. في الفيديو الماضي أو اللي حنا ديجا كنا هضرنا بأنه المعهد التقني الفلاحي بسيدي بيبي كان ضم مباراة لولوج التقني في شعبة البسنة، ولكن في هذا الفيديو أيضا يعني الفيديو موجه الناس ديال يعني التسعة الفوق اللي خارجين من التسعة الفوق ولا اللي عنده باك ديال الليتر. راه المعهد كنضم مباراة ولو السنة أولى تأهيل فلاحي اللي هي كاليفيكاسيون تخصص ديال تركيب أنظمة الري. إذا نضم المعهد التقني الفلاحي بزيدي بيبي مباراة ولوج السنة أولى تأهيل فلاحي 2020-2022 لفائدة تلاميذ السنة الثالثة إعدادي من يوم 6 يوليوز إلى يوم 8 يوليوز 2020. إذا السنة الثالثة إعدادي فما فوق. بالنسبة لشروط ولوج، دائما جنسية مغربية. تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين الذين أنهوا السنة الثالثة من الثانوي الإعدادي، وستكمل يعني السنة الثالثة الإعدادي التسعة الذين تم توجيههم إلى المهن الفلاحية مستوى التأهيل من طرف وزارة التربية الوطنية. أن يكون عمر المرشح ما بين 15 إلى 30 سنة. أن يقوم المرشح بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، دائما الموقع الإلكتروني اللي غادي تلقاو اللين ديالو في الوصف، صندوق الوصف لتحت أسفل الفيديو. إضافة إلى النجاح في مباراة الولوج، ملف الترشيح، تحميل استمارة التسجيل الإلكتروني وإذاها بالمعهد قبل 29/6/2020 شهر 6/2020 كتعمر الاستمارة وكتخرجو وكتديوها للمعهد ديال سيدي بيبي اللي كتواجه بالشتوكة. يتبعها الناس اللي قراب الشتوكة يتبعها أو أكاد ديال يمكنكم تلتحقوا بالمعهد. بالنسبة للتخصص تركيب أنظمة الري، الدخول المدرسي غيبدأ يوم 13/9/2021. مدة التكوين، يدوم التكوين سنتين ويشمل دروس النظرية والتطبيقية في المؤسسة وتدريب ميداني في الضيعات والمقاولات الفلاحية. نهاية التكوين، الحصول على دبلوم تأهيل فلاحي يمكن من متابعة التكوين في مستوى أعلى، اندماج في الحياة العملية. بالنسبة لنظام التكوين، جميع المتدربين يخضعون لنظام داخلي، إذا عندهم المبيت والمأكل والمشرب. بالنسبة للعنوان ديالهم هو هنايا الفاكس كما كيبان لكم في الشاشة، وحتى يعني الجيميل ديالهم ورقم الهاتف ديالهم. إذا الفيديو الموجه للناس اللي خارجين من تسعة، يكملوا التسعة الفوق. إلا عجبكم يعني المباراة يمكن لكم تلتحقوا بها وتسجلوا في الموقع وترسلوهم. إذا عجبكم الفيديو متنساوش تشترك في القناة وتضغط على الزر ومشاركة الفيديو لأصدقائكم، وشكرا لكم.